النعمة الواسعة والمنة الغامرة. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون. فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله. هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرامه وموضع خروجه صلى الله عليه وآله. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وآله. فكان مستقره في الأصلاب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه وآله. حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره ومنهاره. فتعلقت إمة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معلوم صلى الله عليه وعلى آله. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وآله. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدين ما قبضته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله عليه وعلى آله. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة.